بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا، ولا زال الحديث موصولا بنا حول مقاصد القرآن الكريم. معنا اليوم مقصد من المقاصد القرآنية، فيه أمر إلهي من مولانا العلي لأمة الحبيب النبي، يقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا أمر من الله جل وعلا بأن نتبتل إليه بالدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا الله في السر وفي العلن، ادعوا الله في الجهر وفي الخفاء، تضرعوا إلى الله بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء رأس العبادة، الدعاء مخ العبادة. وإليكم هذا الحديث، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. اللي مش هيقول يا رب ويتبتل ويتذلل ويطلب من مولاه، الله يغضب عليه، لأن انت بتتقرب إلى الله بالدعاء. طب اسمع الآية دي: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء إن دعوت استجاب. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، لأن ربنا قال أستجب، ولكني أحمل هم الدعاء. طيب لو ما دعتش ربنا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني بيتكبروا عن عبادة الله بالدعاء وبالتذلل بين يديه وبالمسكنة إليه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى ناخد بالنا إن ربنا بيأمرنا بالدعاء، ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يجي واحد يقول لي: طيب أنا بدعي ربنا لكن لا يستجيب. هقول لك: الناس مع الدعاء أحوالهم ثلاثة. واحد يقول يا رب يستجيب الله له في التو واللحظة، وواحد يقول يا رب ويدعو الله يقوم ربنا يؤجل له إجابة الدعاء فترة من الزمن، لأنه يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه. واحد تاني لا يستجيب الله له الدعاء، يقوم ربنا يؤجل له هذه الدعوة إلى الآخرة، يقول له: أتذكر يا عبدي يوم كذا؟ أتذكر لما دعوتني بكذا؟ أخرتها لك في هذا اليوم. لذلك سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول في الحكم: لا يكن تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. اوعى تيأس، فالله ضمن لك الخير فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد هو، لا في الوقت الذي تريد أنت. ما عليك إلا أن تدعو الله جل وعلا، والدعاء مستجاب إن شاء الله. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، وأن يحقق لنا ولكم الرجاء، اللهم آمين. فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع مقاصد القرآن الكريم. معنى مقصد جديد من مقاصد القرآن جاء في صورة نهي، يقول جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. يقول جل وعلا في المقصد السابق: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من هم المعتدين؟ هم الذين يعتدون في الدعاء. يعني مثلا لو واحد كده جه يدعي ربنا ويقول ايه: اللهم إني أسألك وحيا كما أنزلت على رسول الله، ده تعدي، انت بتطلب حاجة مستحيلة. واحد يقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني المعراج إلى السماء، ده تعدي، ده في سوء أدب مع الله جل وعلا، لأن هذه الأمور للأنبياء دون غيرهم. لكن الإنسان يسأل ربه جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة، يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة في القرآن والواردة في السنة المطهرة المشرفة. يبقى الدعاء نعمة عظيمة، إننا أتعبد إلى الله بالدعاء. إن الله يحب العبد اللحوح، ولما تدعي ربنا ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، سألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب عايز ربنا يستجيب الدعاء، كل حلال. لما سيدنا سعد سأل سيدنا النبي: يا رسول الله أسأل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، أو ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال له إيه سيدنا النبي: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. بعض الناس يلف ويدور ويروح لفلان: أنا عايزك تقضي لي هذه المصلحة، أنا عايزك تتوسط لي عند فلان. يا سيدي إلجأ إلى الله. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لذلك رب العزة يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، لو الناس كلها من مبدأ الدنيا إلى منتهاها وقفوا وطلبوا من الله فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. بس انت تبتل إلى الله بالدعاء وتبتل إليه تبتيلا. انت ادعي ربنا بالليل وبالنهار، انت ادعي ربنا زلفا من الليل وطرفي النهار، ادعي ربنا أن يستجيب لك، أن يصلح لك الحال. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله جل وعلا في سجوده، في خلواته، في جلواته، يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا النهاردة معنا مقصدين من مقاصد القرآن، الأول فيه أمر والثاني فيه نهي. الأمر الذي معنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والنهي الذي معنا: إنه لا يحب المعتدين. لا تتعدى الحدود في الدعاء، ادعوا الله بما شئت ولكن لا تتجاوز، لا تطلب أشياء ليست لك، لا تتعدى على الله في الدعاء، وأطب مطعمك تستجب دعوتك إن شاء الله. أسأل الله في هذه الأيام المباركة، في أيام الشهر الفضيل، في أيام شهر رمضان، أن يستجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا وأن يتقبل منا، اللهم آمين. فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع الفقرة الفقهية والفتاوى الرمضانية. ورد إلينا هذا السؤال، يقول أحدهم: هل صحيح ورد عن النبي أن الدعاء يرد القضاء والقدر؟ فأقول: وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد والسداد والرشد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وورد في حديث آخر أن الدعاء والقضاء يختلجان، الاثنين بيتصارعوا مع بعض، فإن قدر الله للإنسان أن يدعو ربه فإن الدعاء يرد القضاء. لذلك في دعوة كتير من الناس بيدعوها يقول لك: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. طب ليه ما تسأل ربنا رد القضاء؟ اللهم إني أسألك رد القضاء وأسألك اللطف فيه. جبت الكلام ده منين؟ من كلام سيدنا النبي: لا يرد القدر إلا الدعاء. لو مقدر للإنسان إنه يعمل حادثة أو إنه يصاب بمرض أو بمصيبة أو كارثة ودعا ربه أن يصرف عنه السوء يستجيب الله. وناخد بالنا إن عمل الخير وفعل الخير يصرف عنك السوء والمكروه. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد له متكأ، حاجة يستند عليها، لأنه يفعل الخير ويرجو الرضا والقبول من الله جل وعلا. فإحنا السؤال بتاعنا مرتبط بالمقصدين اللي معانا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. هذه الدعوات تصرف عنك السوء وترد لك القدر والقضاء، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويعلم الصحابة الدعاء، والأدعية الكثيرة واردة عن رسول الله في السنة، وأدعية القرآن كثيرة. ومن أجمل الأدعية أن تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أشياخنا أن نقول: اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. وكان شيخنا الخطيب رضي الله عنه وأرضاه يردد دعاء شيخنا الراحل سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية وعلم من أعلام الأزهر الشريف، ودائما أكرر هذا الدعاء. كان يقول: يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، ارحم يا ربنا من هفى وجفى، وشفع فينا الحبيب المصطفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى. وسمعت هذا الدعاء من شيخنا سيدنا الشيخ عبد السلام أبو الفضل، وبين لنا أن هذا الدعاء فتح الله به على شيخنا الشيخ محمد زكي إبراهيم في ليلة النصف من شعبان. فهو دعاء مبارك: يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، ارحم من هفى وجفى، وشفع فينا الحبيب المصطفى، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى. اللهم آمين. وصل اللهم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.